هذا المفروض يجي على الموفي الساعه 7 واحضر شو وصلت على الوقت. اول مره بالعالم انا ما بدي اوصل ليك وينه، ما بدي اوصل، حاس حالي كثير واصل بكير، حاس انه جاب لي اتاخر كمان شوي. مرحبا اهلا هاي كيفك؟ مبرك ساعه لا يا اهلا تعال نصور الكلب. هاي شوف انا وصلت بكير اليوم صح؟ لا حلو كمان 3 دقائق. كيفك جود؟ جود ملتقي معي، شوفوا كيف كان كنت فصعون وهي كانت فصعوني اكثر. المهم اجت شو بتقول لي؟ انه انت وعدتني انه تصورني مقطع على اليوتيوب ما صورتني، هو بهذا اليوم وعدتك؟ ما كان معي الكاميرا خلص هي عم تصور هون سيلفي. هاي انتوا بدكم تاخذوا صورة انا ممكن اصورك كمان؟ سرقتي من نشيط؟ صح؟ الله والله انت بتقدر تمشي فيه عادي؟ ورجيني العب يا ولد. والله على فكره انا بدي اشتري واحد منه، بتنصحيني؟ الناس حيضحكوا علي شيء؟ يمكن الناس صحباتك عم يضحكوا عليك شيء؟ بلا والله معناته مش حاشتري. شكرا. ما بحب الشهره، ما بحب الشهره اخوي. اول مره بلبس شورت عشان تصوري صح؟ برو انت وطي شوي لتضرب بالسقف ضاع عينك يا زلمه. ولك ليش والله هون بيتي بالادرس ورا. شو؟ بالادرس انا بعمل هيك جاي هيك جا عادي برو، بس البس كعب على ليلي عشان نوصل لطوله لهذا. انا كمان وهي انت رافع اجرك كمان. وطي وطي ما في فايده. يا جاي تحضر الفيلم؟ لا جاي احضره، جاي عشان تربحني تكت. اه صح. اي لاف يو. لا هاي مش الحماس اللي قلتي لي اياه قبل. اي لاف يو. لا ما كان، كان اكثر. اي لاف يو. وساره اي لاف يو سو ماتش. اي لاف يو مور. انا عندي سو ماتش. ايه ليك من كثر الحماس. ايه حضنوا بعض. ام ليك عبيتك ميك اب يا حرام، كيف حطمت فيها هاي؟ ما حنطفع خليها. اه والله هيك يعني؟ طيب ماشي انا بورجيكي. تحبيني ولا ساره اكثر؟ تو تو. وين الحماس؟ قولي له بحب عمر اكثر منك. هاي ضحكة التسليك اللي بحياتك مش حتشوف مثلها ابدا صح؟ من اول ما شفته مش عارف عم تبكي ولا عم تضحك. مش عارف هاي ضحكه ولا بكي عشان نفهم. الاثنين مع بعض. شو اخبارك؟ الحمد لله. هاي فاصلة ولا نقاط يعني؟ عم تبكي وعم تضحك مع بعض. هذا اطول. خلصت ضحك؟ عمور عمور عمار سلمي عليه كمان بس لا تضحكي. وصلنا الموفي، هلا حنطلع لفوق حنقعد مكاننا عشان يبلش الفيلم. المفروض انه حيبلش كمان 10 دقائق. احلى فيلم بكل اجزاءه الثلاثه ان شاء الله. الفيلم الرابع حلو يا رب. اه شوف انا ما حضرت ولا جزء صراحه من اللي قبلهم، بس كلهم بيحكوا لي انت كيف ما حضرت ولا جزء. هلا حفوت احضر الرابع بعدين ارجع احضر الاول والثاني والثالث. اجينا عن جد اجينا اول ناس. صورت انه وصلت اول ناس. الموفي بلش وانا لسه برا الموفي قاعد بشتري اشياء. ساره فايت تتعشى وتعمل عزيمه عشاء. شوفوا لا المشكله بس مش انا لحالي، كمان لانا ولين وفؤاد وشهد الباقي كلهم وصلوا على فكره. تفضل تفضل ما شاء الله. طلع انا ما شاء الله اقسم بالله. انتم جايين انتم مش اكلين بالبيت؟ امك ما تعمل لك اكل؟ تعملي اكل ما انت عارف اسمها من كيس يعني نحن ثلاثه. انا عادي انا امي ما بتعمل لي اكل لان عايش مع ساره. صح ساره؟ عم بقول لها امك ما بتعمل لك اكل؟ قالت له انت معك كيس. قلت لها ايه ما نحن انا وساره امنا ما بتعمل لنا اكل. ما عاد اعمل لك اكل ابدا. تستاهل والله. على اساس عم تعمل لي تفضل تفضل. البنت هجمت علي اخر شيء فانز خوفتني شوي كثير، بس انه حظنا جميل كان فيس. تعال نشوف مين عندنا هون. شو هذا؟ طبعا هون عندنا عرض الفيلم. على فكره خلص الفيلم انت بدري. هاي الساعة 8 مع شو يعني اي ساعة من الفيلم؟ الساعة 7 لازم. اول مرة بتجي على الوقت جاي تتفلسف علي؟ لا مبسوط لدرجة انه ما كنت بدي اجي.
الوقت خلاص خلاص ترجع. هاي هاي كيفك؟ طبعا انا فوق يعني انا تحت تطلع علي يعني. انت الحين هالفيديو كله ما خلص لسه. انت جايه من وقت تسوين جو انت جايه متاخره ترى. ابى اخلص الفريم. الله يعينهم والله صحلهم. هاي شباب. هاي 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 لانا اسمعي سمعي سمعي هاي كيفك الحمد لله هاي ايش اوكي سو في اشياء كثير حلوه هون. اول شيء هون الريد كاربت اللي تصور عنده بعدين هون في كثير ناس من كثير ما في ناس وفي هون ناريه هاي باي ايش في طبعا هي كثير هيك بتحب تحلل الفيديوهات ايش كمان عندنا اشياء لهلا ما دخلنا على الفيلم يا عم سو رح اورجيكم مين ايش اضافات عنا عمو فؤاد عمو فؤاد هذا مامي وان هوت دوغ عمو فؤاد وشهد هاي ولين لا مو خالته في شرط انت خالته انا عمو انا قلت عم الدبابة هذا عنا هون اسلام العرة الفاز مبروك الله يبارك فيك عبالك يا رب عبالي شو عبالي عبالي انا عبالك انت عنا هون سارسورة حلمت فيها اليوم يا جماعة حلمت انه اتخانقنا على مقعد السينما اللي طلعنا هو الخناق ما حبيت الخناق بالحلم يعني رح اعطيك المقعد تبعي من هاي العين قبل هاي العين خلص ما عندي احضر يا عتفاها يعني لما تروح على طول وانا هون جرين سكرين تتذكر لما كنت تمسخر علينا الله فوق جرين سكرين اوه ادمامة ادمامة هلا بدك تقعد تمسكي علي شدي انا بيا كسرت طلع بال ادمامة ادمامي على فكرة انا كوركت انت الغلط ادمامة يا جماعة لك انت عم تصدقي لي هاي طبعا بس بدي هاي صح لك هاي ماشي اول مرة بتصل على غير شدي امريكا عملها ازعاج كل حتتك بس انه ورانا والله تسلم يا رب نور نورك يا رب عليك السارة جينا هلا شوف مكان Sir, there are three soldiers going to jail.